تحياتي. قيس سعيد يحكم عنده 5 سنين، عين فيهم 5 رؤساء حكومة. برنامجه قام على البناء القاعدي، جاب لنا برلمان يخدم تحت طلب نتاعو كما آخر مرة في القانون، أو باش يعدي قوانين الديون. بخلاف هذا ما يعمل حتى شيء. غرفة ثانية في 6 شهور اجتمعت مرة برك، وهذا بحد ذاته فساد مالي. شركات أهلية حالها يبكي فاشلة، وصلح جزائي حدث ولا حرج. لا عمل به صلح ولا جاب به فلوس، بل رمى رؤوس الأموال الكل في السجون. في 2019 خليني نذكر النقطة الأولى، الشعار كان الشعب يريد، أما للأسف قيس طلع يريد يكون عساس عند طلين ولا يريد أن يخدم شعب. النقطة الثانية، الدستور خطه الشباب على الجدراء، يا أخي حط رشيد طنبورة الشاب في الحبس وحكم عليه عامين على جرافيتي خطها على الحيط، ورفع في سن ترشح الانتخابات الرئاسية من 35 إلى 40 سنة. حاجة ثالثة، أستاذ قانون دستوري ويحترم القانون، يا أخي انقلب على الدستور اللي أقسم بالقرآن على احترامه. 4، لا رجوع إلى الوراء، يا أخي البطالة زادت، نمو 1%، التنمية طاحت، الفقر ارتفع، تضخم زاد، شفنا فقدان المواد الأساسية، قصان الماء، قصان الضوء، هجرة شباب، وسمح بتهافت الأفارقة وسكر عليهم منافذ الهجرة على زوز فرانك، مما خلق أزمات داخل المجتمع التونسي. 5، إنسان نظيف، يا أخي طلع لا نظيف لا والو، لا في ضميره لا في قوله ولا في أخلاقه، وزيد يستغل في موارد الدولة باش يقوم بحملته انتخابية، وبالتالي إنسان غير نظيف وفي شبهات فساد. 6، صادق، يا أخي طلع كله فشوش وعود كاذبة. مثلا وين المدينة الصحية في القيروان؟ وين إعادة ترميم ميناء حلق الواد؟ وين الحقيقة للناس الله يرحمهم اللي ماتت في جرجيس؟ وين المحكمة الدستورية؟ وين المركب الترفيهي في باجة؟ وين إعادة هيكلة شركة فوسفات قفصة؟ وين الحقائق؟ وين حقيقة الظرف المسموم؟ وين مشروع التي جي في؟ وين قانون تجريم التطبيع؟ 7، دفاعه على القضية الفلسطينية والتطبيع خيانة عظمى، يا أخي لا عدى قانون تجريم التطبيع ولا عمل حتى بلاغ نعي في علاقة بمقتل إسماعيل هنية أو استشهاد حسن نصر الله. السيد هذا عنده صلاحيات الكل منذ أكثر من 3 سنين، تأسيسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، وزيد عفص على القوانين ويرمي الناس اللي ينتقدوه في السجون ويتهمهم بالتآمر والاحتكار وإرباك الدولة وبالمرسوم 54. شنو قدم قيس سعيد يلي ناويين تنتخبوه؟ في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي الشؤون الاجتماعية وفي الإدارة وتحسين خدمات وفي السياحة. السيد هذا هو اللي خلق سيستام احنا وانتوما، معايا وضدي، تنسيقياتي وعدائي، وطنيين صديقين من جهة، يخوضوا في حرب تحرير وطنية من جهة أخرى ضد الخونة والعملاء اللي عارضوا فيه. وين باش تمشي بلادنا كان السيد هذا ينجح ويوصل أن يكرهنا في بعضنا؟ السيد هذا ما عندوش عمق شعبي، السيد هذا مرتبك، السيد هذا يصفي في خصومه حتى لليوم اللي ينافسوه في الانتخابات ويخرج مهستر علينا في الفجاري، يسب فينا ويتهدد علينا كل مرة. حكموا العقل يلي ناويين تصوتوا القيس سعيد، حكموا ضمايركم، راجعوا انفسكم، فكروا مدة دقيقة قبل ما تاخذوا قرار مصيري. راهي البلاد بلادنا الكل، راهو الخطاب الشعوي يخدر العاطفة وربما يقشعر البدن للحظة كيف تبدا ماكش ملم بالاحداث، ويعطيك شحنة نفسية ويعطيك طاقة إيجابية، لكنه ما يغيرلكش واقعك وما يحسنلكش تنمية وما يحسنلكش مستوى معيشتك. وهذا بالتجربة، السيد فشل ورا رحيله صار واجب. قيس سعيد يتلاعب عاطفتكم وهو خبير ونشهد له في الشعبوية، وبالتالي زيد خمم مليح قبل ما تختار، ومهما كانت النتيجة الكفاح السلمي هو سلاحنا ومزلنا مواصلين به. تحياتي للناس كل، اللي يحب يقاطع يقاطع، اللي يحب يشارك يشارك، واللي ناوي يصوت لقيس سعيد، هذه كانت رسالتي لي.